السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، معاكم الدكتور رضا البسطويسي إبراهيم خلفالله، أستاذ مساعد الطفيليات بكلية الطب البيطري، وإن شاء الله نسعد بيكم السنة دي وأدرس لكم إن شاء الله تخصص أو قسم الطفيليات أو مادة الطفيليات. في البداية كل سنة وأنتم طيبين، وبمناسبة العام الدراسي الجديد ربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله وتحققوا كل أمنياتكم ويوفقكم بإذن الله وتحصلوا على أعلى الدرجات والامتيازات وكل أحلامكم تتحقق إن شاء الله. في البداية زي كل سنة لازم نعرف إن المادة صعبة والمادة محتاجة تركيز وفهم، وبعض الصعوبات هتواجهك في الأسماء الكتيرة لاتيني، لكن زي ما كل واحد فينا له اسم الطفيلات لها اسم، ومع الوقت إن شاء الله والتكرار هتبقى الأمور سهلة بإذن الله. اللي أنا هدرسه لكم النهاردة في حدود ساعة ونص أو ساعة وربع إن شاء الله، المحاضرة الأولانية هتكون عن الكلاس تريماتودا أو الديدان الورقية. من اسمها زي ما قلنا إن هي اسمها ديدان ورقية، فناخد من اسمها ان هي ديدان مفلطحة زي الورقة بالظبط، ورقة الكتاب فلات وورمز، ما عندهاش بودي كافيتي. تمام. بايلاترالي فلاتند نفس الكلام، الورقة بتبقى مكبوسة من فوق ومن تحت فتدينا الشكل بتاعها اللي هو الشكل الورقي، ما عدا دودة الشستوسومة بتبقى سلندريكال ان شيب، مفيش فيها سيجمنت خالص، مفيش سيجمنت، فالبودي بيبقى وان كومبارتمنت نوت سيجمنتد. من ضمن الحاجات برضو المميزات ان بتكون الدودة ديت او الديدان الورقية او التريماتودز كلها هيرمافرودايت. يعني ايه هيرمافرودايت؟ يعني ايه هيرمافرودايت؟ هيرمافرودايت يعني بتكون الميل والفيميل جينيتال اورجانز بيكونوا موجودين على نفس الطفيل مع بعض، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين، في التستس موجودة اهيت وموجود الاوفري في نفس الطفيل، ما عدا الشيستوسوما بتكون يوني 6، يعني الميل لوحده ومعاه الاورجانز بتاعته في دودة، والفيميل لوحدها ومعاها الاورجانز بتاعتها في دودة تانية، فبيبقوا الجنسين منفصلين فبيسموهم يوني 6. البودي الجسم بتاع الدودة علشان يثبت نفسه داخل الجسم ويقاوم تيارات انجرافه في الجهاز الهضمي سواء كان ينجرف مع المياه او الفلويد او الانجستا، بيحتاج حاجة اسمها الاورجانز اوف اتاتشمنت. organs of attachment دي بتكون عبارة عن ممصات suckers اللي هي الأورال سكر والفنترال سكر، اللي أحيانا بنسميه posterior سكر لما يكون موجود في posterior end بتاع الطفيل، لما يكون موجود في الخلف بنسميه posterior سكر. في الهتروفيس وتروفيس بيكون موجود سكر ثالث أو ممص ثالث اسمه الجينيتال سكر، زي ما احنا شايفين في أورال سكر في فنترال سكر. تمام. والجينيتال سكر بيكون محيط للجينيتال بور او الكومن جينيتال بور، ده في حاله الهتروفيس. هتروفيس هناخدها ان شاء الله. طيب لما نيجي نكمل الجنرال كاركترز بتاعه التريماتودز او الديدان الورقيه، ناخد بالنا ان في عندنا حاجه اسمها لايف سايكل. اهم حاجه لما اجي اجاوب على السؤال يا دكاتره ان احنا نبقى فاهمين اللايف سايكل، دورة الحياة. لو فهمت دورة الحياة الطفيليات هتبقى سهلة عليك. لازم تبقى عارف ان دورة الحياة بتنقسم لنصين او شطرين. الشطر الاول بيتم فيه سيكسوال ريبرودكشن او سيكسوال فيس، اللي بيتم داخل الديفينيتيف هوست او الفاينل هوست اللي شرحه لنا استاذنا الدكتور محمود الصيفي في محاضرة يوم الاحد اللي فات، وعرفنا ان الديفينيتيف هوست او الفاينل هوست هو
او ساعات يسموه المين هوست، هو اللي بيتم فيه السكسوال ريبرودكشن، يعني الميل والفيميل جاميتس بيتقابلوا علشان يدونا اكس. بينما الانترميديت هوست في حاله الديدان الورقيه او التريماتودز بيكون السنيلز، بيبقى هو اللي بيتم جواه الاسكسوال ريبرودكشن، يعني مجرد جاست مالتيبليكيشن بروسيس تو انكريز نمبر اوف باراسايت، وفي الغالب بتكون الديفلوبمنتال ستيجز. طيب دايما كل معظم التريماتودز نيدز وان اور مور انترميديت هوست. الفيرست انترميديت هوست في الغالب بيكون سنيل، وهنعرف يعني ايه سنيل دلوقتي اللي هو القوقعة. اهم ما يميز مجموعة التريماتود او دايجينيتك تريماتودز اللي هناخدها، معظمها بيكون الاجز بتاعتها هاف ان اوبركلم او اوبركليتد اجز. فالاوبركليتد اجز ديت زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين بيكون عندها حاجة زي الغاطة كده او الفتحة، فبيسموها اوبركلم. الانفكتيف ستيج بقى الاكس دي بتنزل بتخش الميه وتخش جوه السنيل ويطلع منها سيركاريا، يطلع سيركاريا من السنيل، والسيركاريا ده يحصل له انسيستيشن فيبقى اسمه انسيستد ميتا سيركاريا، فده الانفكتيف ستيج. يبقى الاكس هنسميها دايجنوستيك ستيج اللي انا بشوفها في الفيسز واعرف ان الحيوان مصاب بالديدان الورقيه او غيرها، بينما الانسيستد ميتا سيركاريا هو المرحلة اللي بتعدي الفاينل هوست او الديفينيتيف هوست، تمام؟ ما عدا الشستوسوما الانفكشن بتكون عن طريق السيركاري. الكلام اللي احنا قلناه نقوله بشكل مبسط، شكل رسمة بسيطة، زي ما احنا شايفين الدائرة اللي احنا عملناها دي مقسومة لنصين، نص بيتم في الديفينيتيف هوست او الفاينل هوست او المين هوست اللي بيتم فيه السكسوال ريبرودكشن لان موجود فيه الادلت وورمز، تمام؟ والادلت ورم احنا اتفقنا ان بيكون فيها الميل والفيميل جينيتال اورجنز، فهيحصل فيه الفيرتلايزيشن والاجز هتخرج لنا فين؟ في الانفايرومنت. الانفايرومنت دي ممكن تكون اللاند او تكون الووتر، وبالتالي هيحصل لها هاتشنج ويخرج منها الميراسيديم، والميراسيديم هيدخل الانترميديت هوست في النص الثاني، النص السفلي لدورة الحياة انترميديت هوست، واتفقنا انه ممكن يكون واحد او اكتر. والانترميديت هوست في الغالب الاول الفيرست انترميديت هوست لو هم اكتر من واحد بيكون ايه؟ بيكون عبارة عن سنيل قوقعة اللي بيتم فيه الاسكس والريبرودكشن، فاللارفال ستيجز بتزيد في العدد، يحصل لها مالتيبليكيشن النمبر. اللي هيخرج منها بعد كده هيخرج منها ايه؟ هيخرج منها سيركاريا، والسيركاريا ده هيحصل له انسيستيشن على الجراسز او على اي تيشو اخر، ويبقى ده الانفكتيف ستيج اللي هياخده الديفينيتيف هوست اورالي ويتحول جواه الادلت ورم. والادلت ورم دي هتروح الهابيتات، المكان البريدليكشن سيت او المكان اللي هتحب تقعد فيه، اللي هتعمل فيه باثوجينيزيس، هتعمل لنا مشاكل او هتعمل لنا المرض هندرسه بعدين. تبقى ديت بشكل عام ابص على اللايف سايكل. اللايف سايكل لما برسمها واتخيلها قدامي اقدر اجي عند اي منطقه من المناطق ديت عند الديفينيتيف هوست او الفاينل هوست، واقدر اقفل استمراريه اللايف سايكل عن طريق ان انا اعالج الفاينل هوست، اعالجه فاوقفه عن انتاج الايجز. الاجز اجي عاوز اسيطر عليها، اعمل لها كنترول وبريفنشن ان انا اعمل هايجينيك ديسبوزال للفيزز او المانيور بتاع الانيمالز او السيوج اللي هو الروس للحيوانات. بعد كده عندنا المرحلة الاخيرة اللي هي داخل المية، في عندنا السيركاريا الميراسيديم والسنيل والسيركاريا، ان انا بستخدم الملاسك سايد اقضي على المرحلة ديت عن طريق ان انا استخدم كيميكال او فيزيكال او بيولوجيكال كنترول ميثود اني اقضي على الحاجات دي. فاستخدم مثلا على سبيل المثال كيميكال حاجة زي اسمها بنسميها ملاسك سايدز، يعني حاجة مضادات للسنيلز والرخويات، وبالتالي اموتها وممكن اوقف اللايف سايكل. اجي عند الانسيستد ميتا سيركاريا واعمل هايجينيك او بعمل
كليننج ووشنج واعمل ديس انفكشن للخضار للووتر كريس والاشياء دي كلها اللي انا باكلها، او السمك اطبخها كويس، الاشياء اللي انا هيبقى فيها موجود فيها انسيست الميث سركاريا اهتم بنظافتها واهتم بطهيها الطهي الجيد، ما تبقاش رو وما تبقاش خام، وبالتالي انا وقفت اللايف سايكل اللي رايحه ل للفاينل بوست. تمام، اللي هناخده النهارده كده بشكل مجمل في الشريحه ديت هو الدايجينيتك تريماتود او الاوردر دايجينيا. هي بتبقى زي ما احنا شايفين سته: فاميلي فاشيوليدي، فاميلي بارامفستوماتيدي، فاميلي دايكروسيليدي، فاميلي ايكاينوستوماتيدي، فاميلي شيستوسوماتيدي، وفاميلي هيتروفيدي. احنا النهارده هناخد الثلاثه اللي على الشمال، الفاشيوليدي والبارامفستوماتيدي والدايكروسيليدي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الاسماء شويه صعبه، لكن نحاول نتعود ننطقها. نقول الفاشيوليدي فاميلي فاشيوليدي، فاميلي بارامفستوماتيدي، فاميلي دايكروسيليدي. زي ما احنا شايفين عائلات، فالعائلات يعني ما نغلطش في العائلات ولا نغلط في الاسماء، لان كل واحد بيعتز باسمه وبيعتز باسمه وعيلته. تمام، طيب اول حاجه هناخدها فاميلي فاشيوليدي. الفاميلي فاشيوليدي داخل الفاميلي ديت في اكتر من جينس، في اربع جينس، في الجينس فاشيولا، جينس فاشيولا، وجينس فاشيولايدس، وجينس فاشيولوبسيس، وجينس بارا فاشيولوبسيس، زي اربع جينسز. طيب الاربع جينس دمت لما نيجي نشوفهم، ودمت من اهم الحاجات اللي هناخدها في الطفيليات وفي الطب البيطري بشكل عام، هي الديدان الكبديه. الفاشيوله هي ايه؟ الديدان الكبديه. الديدان الكبديه ديت، الديدان الكبديه اللي هي بتمثل الفاشيوليدي، فاميلي فاشيوليدي، هناخد منها جينس فاشيولا اللي منه فاشيولا هيباتيكا وفاشيولا جايجانتيكا وفاشيولا انديكا، والتلاتة بيعيشوا في البايل داكت والليفر بتاع الهيربيبرس انيمال والمان. وجينس فاشيولويدس اللي منها الفاشيولا ماجنا بتعيش نفس الكلام برضو في البايل داكت والليفر. والفاشيولا فاشيولوبسيس بوسكي والبارا فاشيولوبسيس هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله. بعد كده عندنا الفاشيولا او الفاشيولي دي بيعمل لنا حاجه اسمها الفاشيولياسيس، مرض هنسميه الفاشيولياس. الفاشيولياسيس ده، تمام، الفاشيولياسيس دوت اما نيجي نشوفه ايه مشكلته معانا او ايه السبب فيه. السبب فيه هيكون الفاشيولا جايجانتيكا، وناخد بالنا ان احنا كتبنا كلمة فاشيولا اول واحدة كانت كابتل، الاف كانت كابتل، ثم الاسم الثاني اللي هو جايجانتيكا كان البداية كان حرف سمول وحطينا خط تحت الاثنين. بعد كده لما نجي نكتب فاشيولا ممكن نحط اف نقطة هيباتيكا او اف نقطة انديكا، ده معناها الفاشيولا جايجانتيكا، فاشيولا هيباتيكا، فاشيولا انديكا. بيعيشوا فين؟ بيعيشوا الادلت وورم بتعيش في الليفر والبايل داكت او البايل داكت اوف ليفر ان هيربيفرس انيمال. تمام، مش مكتوبه هنا الهيربيفرس انيمال اند مان، والانسان كمان. طيب الانترميديت هوست، الانترميديت هوست في واحد في البدايه برايمري هنسميه رايت هاندد فريش ووتر سنيل، وناخد بالنا ان احنا قلنا رايت هاندد يعني معناها في ليفت هاندد، وقلنا في فريش ووتر سنيل يعني معناها في مارين ووتر سنيل او براكش ووتر سنيل او لاند سنيل. في الحالة بتاعتنا الانترميديت هوست هنسميه الليمنيا كايويدي والليمنيا استجناليز في حالة الفاشيولا جايجانتيكا، والليمنيا ترانكاتيولا في حالة الفاشيولا هيباتيكا. سكندري ليفز، السكندري انترميديت هوست هيبقى عبارة عن الليفز اوف فريش ووتر بلانتس. مود اوف ترانسميشن، ازاي العدوى تنتقل للانسان او للحيوان بالاصابة بالفاشيولا، هيبقى عن طريق انجيشن اوف رو ووتر كريس، خضار
غير معامل، مش مغسول، ما انطبخش. يعني في بعض الخضروات بتنطبخ زي الكرنب مثلا، وده ممكن يبقى فيها الايه، فيها الانسيستد ميتاسيركل. يبقى انجيشن اوف ووتر كريس كونتيننج او اند فيجيتابل كونتيننج انسيستد ميتاسيركل. يبقى عرفنا هنا الانفكتيف ستيج هي الانسيستد ميتاسيركل. طيب الدياجنوستيك ستيج ازاي اشخص المرض؟ عن طريق الايجز ان ستول او في الفيسز. لحد كده تمام يا شباب؟ طيب احنا جبنا سيره ان قلنا من شويه ان في سنيل. اي سنيل في الدنيا بيتكون من منطقه موجوده اعلى شيء خالص، القمه بتاعته، فنسميها الايبكس. وبعد كده منطقه الجزء ده بنسميه سباير، سباير اللي هو الحلزون. السباير ده بيكون مكون من حلقات، الحلقات دي بينها وبين بعضها في سيوتشر، في خطوط او فواصل سيوتشر. وبعدين واحدة كبيرة قوي، اخر واحدة ديت مع الفتحة بيسموها البادي وارل، الحلزونة او النفخة او اللفة الاخيرة للجسم او اللفة الرئيسية للجسم. وبعدين عندنا في فتحة كبيرة، هي الفتحة الكبيرة دي بنسميها ابريتشر. فاحنا بنخلي الايبكس تحت صبعنا والابريتشر لوشنا، ونشوف هنا هيلف الناحية دي. فاحنا لو مشينا كده من فوق ورحنا لفينا مع الفتحة الابريتشر عشان نوصل المنطقة ده، هي منطقة الامبلايكس، هنلاقي ان السنين اللي قدامنا ده رايت هاندد. طب نوصفه ازاي؟ ممكن نقول هنا شارب ايبكس او بلانت ايبكس، نقول سباير لونج او شورت، نقول السيوتشر كلير او انكلير، ونقول البادي وارل لارج او سمول، ونقول الابريتشر لارج او سمول، ونقول عليها ان هي ليفت او رايت. طيب نكمل بقى بقيه الجنرال كاركترستيك بتاعه الفشيوله جايجانتيكا والفشوله هيباتيكا، اللي هم اصلا جزء من التريماتود. الجايجانتيكا بتبقى بارلل سايد، السايدز بتاعتها بتاعه الجسم بتبقى بارلل انسايد، بارلل سايدز، تمام. وفي شيبد، في شيبد فشيوله هيباتيكا. الفشيوله هيباتيكا علشان بتبقى برودر ذان لونج، فبتبقى واخده شكل الفي شيب ولها شولدرز. الكيوتيكل بتبقى كفرد وذ سكيلز او حاجات كده بتساعدها في التثبيت. عندها اورال وفنترال سكر كلوز توجذر، ممكن يبقوا قريبين لبعض، اواي فروم اتش اذر، ممكن يبقوا بعاد شويه، او سيم ان ذا سايز او فاري ان سايز، ده على حسب الستيج بتاعه الديفلوبمنت بتاعه الدوده، تمام. فاحنا عندنا الدودان بنسميها جوفينيل، جوفينيل وورم او فاشيوله وورم او الاماتيور ستيجز، وفي عندنا الماتيور ستيجز او الماتيور او الادلت وورم. برضو من باقي الميزات عشان نفتكرها، نو جينيتال سكر، ما عندهاش جينيتال سكر. الفارنكس بتاعها، الفارنكس الراوند زي اسوفاجس. الانتستينال سيكا برانشت في حاله الاثنين، اكسترنال وانترنال، وانترنال. لكن في حاله الفشيوله جايجانتيكا هتبقى برانشل على شكل تي واي شيب. في حاله ال فشيوله هيباتيكا هتكون برانشد بنودز او نو او دوتس او بيتنج، يعني هتبقى عامله محببه او زي الحبوب، خلاص. ده لو عايزين نشوف، يبقى السيكا الانتستينال سيكا بتاعتها نوت سامبل بات برانشد externally and internally. intestinal cica extend to the posterior part. intestinal cica لما بنيجي نرسمها ونشوفها في الرسمه دلوقتي هنلاقيها موصله معانا لحد اخر الجسم. طيب هو عنده two testes are branched and tandem in position و posterior to the ovary. موجودين فين؟ posterior to the ovary. ناخد بالنا ان هم branched tandem in position و posterior to the ovary. الاوفري هيبقى anterior to the testes، تمام، وبرضه برانشت، والاثنين هيفتحوا مع بعض في حاجه اسمها الكومون جينيتال بور، تمام. الكومون جينيتال بور انتيريو تو ذا فينترال ساكر. بعد كده الفيتلاين جلاند بتبقى فلوكلر واكوبايد هول لاترال فيلد، موجوده على جانبي الدوده
الخارجي. نشوف تاني الرسمة واضحة قدامنا اهيت، في اورال سكر، في فنترال سكر، في انتستينال سيكا واصلة لحد الاخر. النقط الكتيرة اللي على الجنب على اليمين وعلى الشمال دي بنسميها ايه؟ الفيتلاين جلانس. بعدين في عندنا في هذا التستس واحد اتنين، والاتنين بيكونوا ايه؟ بيكونوا برانشد تمام، و الاوفري ان فرونت اوف ذا تستس او انتيريور تو ذا تستس، وزي ما احنا شايفينه هو برانشد اللي هو اللون الاسود ده مكتوب عليه او في اوفري تمام. وبعد كده كونفوليوتد يوترس اللي هيطلع لنا لحد ما يوصل عند الكومن جينيتال بور ويطلع لنا الفيرتلايزد اكس، تنزل في قلب الفيسز ونبدا نشوفها تحت الميكروسكوب وهكذا. نقول الكلام تاني اللي احنا قلناه من شويه، الجنرال كاركتر زي ما احنا شايفين، احنا قلنا في الفاشيولا جيجانتيكا بتبقى التو سايدز بارل تو اتش اذر، وبتبقى لونج لونجر ذان برود، بينما الفاشيولا هيباتيكا بتبقى برودر ذان لونج، واخده شكل الفي شيب تمام. الاثنين عندهم اورال سكر وفنترال سكر، واضحه خالص اورال سكر وفنترال سكر. الفاشيولا هيباتيكا بيكون عندها شولدر، الفاشيولا جيجانتيكا ليس بروميننت شولدر او ابسنت تمام. الانتستين في حاله الاثنين بتكون برانشد، بس في حاله الفاشيولا جيجانتيكا بتبقى الميديال او الانترنال برانشز في للانتستين بيكون تي اند واي شيبد، وحجم الدوده بشكل عام لارج ان سايز، بينما الميديال برانشز او الانتستينال برانشز في حاله الفاشيولا هيباتيكا بتبقى سمبل برانشز وبيبقى عليها دوتس او مواد كتير وسمولر ان سايز ان كومباريزون ويز فاشيولا جيجانتيكا. نيجي نطبق الدايره اللي احنا اتفقنا عليها وسميناها لايف سايكل، لما نيجي نطبقها على الفاشيولا هنتكلم عليها نقول ايه؟ هنقول ناخد بالنا من النص العلوي. النص العلوي اول حاجه هنكتب مين الديفينيتيف هوست والفاينل هوست في الحاله ديت، قلنا الهربيفروس انيمال اند مان. بيحصل في ايه؟ سيكسوال ريبرودكشن، يعني الميل والفيميل جاميتس بيتقابلوا لان الادلت ورم موجوده هناك. living in liver and bile ducts of the liver تمام، هتنتج لنا eggs، والeggs ديت قلنا عليها ايه؟ diagnostic stage. انتجت الeggs فين؟ في الفيسز، وبالتالي الeggs ديت اما تنزل في الووتر في الاوتسايد في الووتر هيطلع منها ميراسيديم، وهنتكلم شويه دلوقتي على الميراسيديم. و الميراسيديم ده هيدخل الانترميديات هوست. الانترميديات هوست او البرايمري انترميديات هوست في الحاله ديت كنا قلنا ايه؟ ان هو كان سنيل، وقلنا ان هو رايت هاندد فريش ووتر سنيل. العيله بتاعته ايه؟ الليمنيا كايويدي والليمنا ستيجناليس في حاله الفاشيولا جيجانتيكا، والليمنا ترانكاتولا في حاله الايه؟ الفاشيولا هيباتيكا، وبالتالي هيحصل فيهم الاسكس والريبرودكشن او larval stages multiplication. هيطلع من السنيل سيركاريا، والسيركاريا ده هيعوم في الميه، هيحصل له انسيستيشن، يعني هيتحوصل على ايه؟ هيتحوصل على الاوراق الشجر او اوراق الخضار تمام، ويدينا الانسيستد ميتا سيركاريا. الانسيستد ميتا سيركاريا الانسيستد ميتا سيركاريا هيبقى موجود على الجراسز والفيجيتابل، اللي بعد كده هيعدلنا مين؟ هيعدلنا الفاينل هوست. وبالشكل ده دايما احنا نحاول نبسط الامور على نفسنا، نعمل دايره نشخبط في البيت كتير، نكتب ونرسم. طبعا الرسمه اللي موجوده في كتاب الكليه بتكون شويه نموذجيه وشويه اما ادخل عليها في البدايه بتبقى صعبه، فانا لازم كل واحد فينا يبقى عنده الرسمه الخاصه بنفسه، بس لها اساسيات زي ما انا كاتب كده. فين الديفينيتيف هوست؟ اسمه ايه؟ والطفيل عايش فين؟ الادلت ورم عايشه فين؟ والاجز الدياجنوستيك ستيج
تيجي عند الاكس هنا لو تعرف ترسمها وتعمل لي تفاصيل، تيجي عند الادلت ورم اللي جوه الفاينل هوست وتعمل لي فيها تفاصيل. مش شرط عندك هنا ان انت ترسم لي الفاينل هوست ان هو بقره او خروف او معزه او انسان او الكلام ده كله، وتضيع وقتك في رسم حاجه زي كده وتخليها حلوه او وحشه، ده مش قصتي. يكفيني قوي ان انت تقول لي هربيفرس انيمال، لكن لما تيجي تقول ادلت ورم يستحسن ان انت ترسم الادلت ورم وتديني الاوت لاين بتاعها. الاوت لاين بتاعها مش رسم قوي قد ما يكون الرسم معبر. يعني زي ما قلنا الفاشولا جيجانتيكا بتبقى لونجر ذان برود، فتعملها لونجر ذان برود. الفاشولا هيباتيكا بتكون في شيب او برودر ذان لونج وعندها شولدر، فترسمها لي. في عندهم اورال وعندهم فنترال سكر، في عندهم انتستينال سيكا، خلاص وهكذا. وترسم بناء على اللايف سايكل اللي موجوده قدامك دي. دي هي اساسيات اللايف سايكل، لازم تذكر فيها الديفينتيف هوست، تذكر فيها الدياجنوستيك ستيج، تذكر فيها الانترميديت هوست، الانفكتيف ستيج الى اخره. يبقى انت كده غطيت وكفيت ووفيت وبقيت 100 100، ونديك الدرجه واعلى من الدرجه كمان ان شاء الله. فلما نيجي نشوف اللايف سايكل زي ما احنا شايفين في الكتاب على الشمال، ممكن تبقى عندنا جميلة وألوان وحاجات من دي، لكن أنا ممكن ببساطة أرسمها بإيدي أو بالقلم الجاف تكون بشكل بسيط، سواء كانت اللي على اليمين أو على الشمال. نبدأ اللي على اليمين. اللي على اليمين بمنتهى البساطة قال لي الليفر أوف شيب، يبقى هنا حط الهابيتات هو الليفر والشيب هو الفاينل هوست. فيدز أون بلاد كمان قال لي هي ده جزء من الباثوجينيست بتاعتها والمرض اللي هي بتعمله، ان هي بتتغذى على الدم، يعني هتعمل لنا انيميا وتعمل لنا هيموريج وتعمل لنا دامج للليفر والبايل داكت، تعمل لها اوكلوجن، تعمل لها ابستراكشن، تمام؟ طيب هتنتج ايه؟ هتنتج اكس. الاكس دي هتبقى موجوده فين؟ موجوده ان فيسز، خلاص؟ طيب الاكس دي موجوده في الفيسز، الفيسز هيوصل لفين؟ هيوصل ل الووتر، هيطلع من الايج ديت اللي احنا قلنا عليها. الايج دي كانت ايه؟ اوبركليتد ايج، خلاص. الاوبركليتد ايج ديت هتفتح ويخرج منها ميراسيديم. الميراسيديم ده اهم شيء عندنا اللي هو بروجكشن بابيلا، او اللي هي بتعمل بيها بنتريشن بابيلا اللي بتقدر تدخل بها الجسم، وعندها باقي هنا السبوروسيست وفي سيليا موجوده على الجانبين بتوعها عشان يساعدوها للعوم داخل الميه. هيدخل داخل السنيل اهو زي ما احنا كاتبين اهو ان ذا سنيل. داخل السنيل هيبقى مكتوب، هيبقى موجود فيها ايه؟ هيبقى موجود سبوروسيست وبعدين ريديا، والريديا هيبقى فيها السيركاريا كتير. السيركاريا ديت هيحصل لها ديفلوبمنت جوه السنيل في منطقه او في كيس كبير اسمه الريديا. الكيس ده هينفجر، هيخرج منه سيركاريا سيركاريا كتير، تبقى فري سويمنج في الووتر وتلف وتلف تلف لحد ما تلاقي الفيجيتيف او الفيجيتابلز او الووتر كريس او النباتات او الـ او الـ 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 الاشياء اللي بتغذى عليها الحيوان والانسان، سواء كان الخص او الجرجير او الاشياء ديت، وتعمل عليها انسيستيشن عشان بعد كده تؤكل وتبقى انجستد وتدخل الجسم وتهاجر من الانتستين تروح للليفر وتكمل اللايف سايكل بتاعتها. نفس الكلام هو اللي موجود على اليمين بالظبط. لو شفناه هنلاقي حط لي في النص الفوقاني الدوميستيك شيب، الشيب او الجوت او الرومينانت او ممكن نحط الهيومن، وجواهم على طول حطوا فوقه على طول الادلت ليفر فلوك ريزايدز، يعني بتعيش ريزيدنت، يعني ريزيدنت ان شيب ليفر في البايل داكت وفي الليفر تيشو. وبالتالي طالما هي ادلت وعندها ميل وفي ميل جينيتال اورجان زي ما موجود في الرسمه، هتحط لنا اكس. الاكس ديت هتبقى موجوده في الفيسز، لما تنزل في الميه الميراسيديم ديفولبس اند هاتشز ان فريش ووتر. الميراسيديم زي ما احنا شايفين في سيليا كتير، في بنتريشن جلاندز، هتروح هيدخل السنيل هنا، هيدخل الاثنين دمت اللي هم السبوروسيست والريديا، الاثنين دمت داخل السنيل، عشان كده بدا يرسم لنا الاكواتيك او الفريش ووتر سنيل، رسمه لنا.
اللي هيتم جواه السبوروسيست والريديا، وبعد كده الريديا دي هتنفجر داخل السنيل ويخرج عدد كبير جدا من الفري سويمنج سيركاريا، هيحصل له انسيستيشن از انسيستد ميتا سيركاريا على الووتر بلانتس. واهم حاجه نلاحظ ان الهيد تو تيل 1:3 يا جماعه، والهيد دايما بيكون فيها اورال وبنترا سكر وسمبل انتستاينال سيكا، نفس الكاركتر بتاعت ابوه والعيله اللي هو جاي منها. بعد كده هيحصل له انسيستيشن، يعني هيفقد الديل وهيحصل له انسيستيشن على النباتات اللي موجوده في الميه، او النباتات اللي بتغمر بالميه زي البرسيم والخس والجرجير والفجل والاشياء دي كلها، اللي سواء كان بياكلها الانسان او الحيوان، وتبقى انسيستد ميتا سيركاريا هيتغذى على الحيوان وتكمل اللايف سايكل وهكذا. بعض الصفات والكاركترز اللي احنا اتكلمنا عليها اثناء اللايف سايكل قلنا، ودي حاجات نقاط مهمه، نيجي نتكلم على الفاشولا سبيشيز اكس. الفاشولا سبيشيز اكس بتبقى فيري لارج ان سايز، حجمها كبير زي ما احنا شايفين الجزء الفوقاني ده، بيبقى اوبركلم اوبركليتد، عندها غطاء او فتحه اوبركليتد اليولو، وتبقى يولو او جولدن يولو ان شيب، وشكلها ده مميز جدا. واهم اهم دوده زي ما قلت لكم، واسهل دوده في العلاج، واسهل شيء ممكن الطبيب البيطري يعالجه بمنتهى البساطه. ويعني لو بدانا احنا نروح عيادات، او رحنا الوحده البيطريه او الكلام ده كله، او قعدنا مع زميل، او بدانا حتى لو حد من جيراننا يسالنا، ممكن نعالج الفاشول. وهنقول لكم دلوقتي الاعراض والمشاكل اللي ممكن نشوفها، وهي سنشل الايج دي بتبقى سنشل وسنجل امبريونيك سيل بتبقى موجوده فيها. قلنا اتكلمنا على الانترميديت هوست، في الصوره ديت عندنا الليمنيا استجناليز اللي موجود في النص، اللي هي الصوره اللي هي الاقصى المرتفعه يسارا، يسارا اعلى الصوره ديت بتكون موجود، اللي في النص ده الليمنيا استجناليز، واللي على اليمين والشمال ده الليمنيا كايويدي. الاثنين دول انترميديت هوست فور فاشيولا جايجانتيكا، بينما فور فاشيولا هيباتيكا الليمنيا ترانكاتولا از انترميديت هوست. تمام، الليمنيا ترانكاتولا. طبعا لما نيجي نوصف نقول الابكس بيبقى شارب في حال الاستجناز والكايودي، تمام، والسيوتشر بيبقى ديب والبادي وارل بتكون كبيره والابريتشر بتبقى كبيره وفاتحه يمين. في حاله الليمنا ترانكاتولا الابكس بيكون شويه بلانت، الاسباير ليس لونجر ما بقاش طويل، البادي وارل ميديم ان سايز. وزي ما احنا شايفين الليمنا استجناليز السباير بتاعها طويل جدا والاند بتاعتها بتكون شارب مقارنه بالنوعين التانيين الكايودي والترانكاتولا، وهم دومت الفيرست او البرايمري انترميديت هوست لمين؟ ل الفاشولا جايجانتيكا. برضو احنا اتكلمنا في اللايف سايكل على بعض المراحل، نبدا بيهم اول واحد اللي هو يمين تحت الصوره، اللي هو الميراسيديم لارفي اوف هيباتيكا فاشولا هيباتيكا او فاشولا جايجانتيكا، بيكون بايريفورم او مثلث الشكل تريانجولار او بايريفورم، عنده ابيكال بابيلا. الابيكال بابيلا دي بروز صغير كده بيساعده على ان يكون ده الاتجاه الامامي بتاعه ويخترق بيه الانترميديت هوست، اللي هو في الحاله ديت بيكون الاثنين. وعندنا فيها ابيكال جلاندز، الابيكال جلاندز ديت بيكون فيها انزيمز بتساعده على الاختراق، واي سبوت الى اخره، والسيليا، ودخله هنا داخل هنا بيسموه البروباجاتوري سيلز، او نسميها يعني اللي هو السبوروسيستس او ديفلوبمنتال سيلز او الامبريونيك سيلز. فده هيعوم، هيدخل فين؟ هيدخل السنيل. لما يدخل السنيل هنطلع على الصورة العالية في اليمين، هنلاقي فيها هيتكون لنا عندنا السبوروسيست. السبوروسيست كل اللي يهمنا ان بيبقى جواه ريديا، والريديا دي هي المنتال ستيجز اللي هي تحت على الشمال، هي هيتكون داخلها عدد كبير جدا من السيركاريا، بيكون فيها فارنجيال جلاندز وفارنكس ماسكولار فارنكس، وزي ما احنا شايفين عدد كبير من السيركاريا اللي هتنفجر داخل السنيل ويخرج لنا السيركاريا. السيركاريا دي زي ما احنا شايفين بتبقى هيد وتيل، الهيد وتيل 1:3، وبيكون فيها اورال سكر وفنترال سكر وسمبل انتستاينال سيكا وماسكولار فانكس الى اخره، وبعض من الفليم سيلز او
الخلايا اللي بتساعده على بيكون فيها ريزيرف انرجي، ريزيرف بتساعده على الحياة. تمام، ده اللي هو السيركاريا بتاع الفاشولة، بيكون سيمبل تيلد سيركاريا. عشان الانواع المختلفة هناخدها بعد كده. ليس كومن فاشولي باراسايتس، الحاجات اللي هي اللي مش مشهورة قوي، هي عندنا اهم واحدة فيهم الفاشولة او الفاشولايدس ماجنا. فاشولايدس ماجنا زي ما احنا شايفين دي الفاشولايدس كجينس. السبيشيز الاشهر هو الفاشولايدس ماجنا. الفاشولايدس ماجنا شكله بالظبط الثلاثة اللي احنا هنتكلم فيهم دومت، الفاشولايدس والفاشولوبسس والبارافاشولايدس، كلهم شكل الفاشولة سبيشيز ما يختلفوش عنها كتير. تمام، ما عدا ان لو بصينا على الصورة تحت شمال هنلاقي في موجود الفاشولايدس. الفاشولايدس بتكون كبيرة جدا وذ راوندد اند بوستيريور اند، بينما الفاشولايدس الجنتيكا الصغيرة اللي جنبها ديت بتكون تيبرد او بوينتد اند بوستيريور اند. تمام، تكون كبيرة جدا مقارنة بيها في الحجم، وممكن حجمها يوصل ل 10 و15 سم زي ما الراجل حاططها على صوابعه لما فتح الليفر وهم طالعين من قلب الليفر هم. تمام، نفس الشيء الفاشلوبسس بوسكي ما بيكونش عندهم شولدر. تمام، البارافاشولايدس بيكون اهم ما يميز فيها ان الكوتيكل بتاعها بيكون سباين. طيب الهابيتات والهوست في حاله الثلاثه، في حاله الفاشولايدس بيكون الليفر وريرلي ان ذا لانج اوف كاتل هورس اند شيب ان نورث امريكا اند اوروبا، يعني بيكون في الكبد وقليل قوي اللي احنا نلاقيها في اللانج بتاع الكاتل والهورس، الابقار والحصان والاغنام في امريكا الشماليه وفي اوروبا. تمام، بينما الفاشولوبسيس بتكون موجوده في السمول انتستن اوف مان، مش في الليفر خالص، سمول انتستن اوف مان and pigs in China. كل اللي فاتوا دول يا جماعه سميناهم، قلنا عليهم ايه؟ الهيباتيك فلوكس او هيباتيك تريماتود او هيباتيك باراسايتس. يبقى الهيباتيك فلوكس اف ال يو كي اي، دي معناها الديدان. دايما تذكر كلمه فلوك على التريماتود، يقول لك بلاد فلوكس يبقى يقصد الشيسوما، يقول لك لانج فلوكس يبقى يقصد الباراجنيمس والسرماني هنقولها بعدين، يجي لك يقول لك انتستاينال فلوك الى اخره، او رومنال فلوك اللي هي زي البارامفستوما اللي هناخدها النهارده وهكذا. البارافاشولايدز زي ما موجود قدامكم في الجدول بتبقى موجوده في الجول بلادر والدايجستيف تراكت اوف وايلد جوت ان راشا، في روسيا. تمام، ده بمنتهى البساطة. طبعا التلاتة دول موجودين عندك في كتاب الكلية، في كتاب القسم، ممكن يكونوا موجودين بتفصيل أكتر، لكن ده اللي أنا محتاجه منك، وإذا قريت التفصيل فدي معلومات تشكر عليه. الباثوجينيستي للفاشولا سبيشيز بتكون على مرحلتين، مرحلة الأكيوت فاشولياسيس حادة جدا وعنيفة، وبالتالي هيكون عندي اعراض للاكيوت فاشولياسيس، اللي هي بتتمثل في نتيجه الهيفي انفكشن ويز انسيستد ميتا سيركاريا. هيحصل فيه طبعا زي ما قلنا الانسيستد ميتا سيركاريا دي هتدخل عن طريق ايه؟ عن طريق الفم، وتبقى موجوده في الجهاز الهضمي، وبعدين تبدا تهاجر من الجهاز الهضمي اللي هي الامعاء وتروح ناحيه البروثينيوم، وتبدا تدور على الليفر وتدخل في الليفر وتخرج من الليفر. وهي بتخرج وتدخل من الانتستين الاول عشان تروح للليفر، هتعمل في الليفر ايه؟ هتعمل في الانتستين ايه؟ حاجه بنسميها انترايتس. انترايتس يعني التهاب امعاء، وعلامه بتاعت التهاب الامعاء يبقى في ديارية، اسهال. طيب وصلت الليفر ودخلت وخرجت في الليفر، عمل بيرفوريشن للليفر، هتعمل لنا تروماتيك هيباتايتس. تروماتيك هيباتايتس due to the massive migration of immature fasciola flux causing destruction of hepatic tissue. وبالتالي نتيجة طبيعية هيحصل لنا ايه؟ هيحصل لنا نتيجة الكلام ده hemorrhage، نزيف، fever، حمى، anorexia. الحيوان هيبدأ يقف عن الأكل،
ويحصل ريكامبنس اوف ذا انيمال، الحيوان يبقى راقد طول اليوم ما عادش بيتحرك. يبقى انا لو دخلت على الحيوان بتاعي ولقيته محموم ولقيته ما بيتحركش ونايم على الارض وكسول، ابص على الفم بتاعه الاقي فيه بلاد ستيند فروثس، فيه رغاوي رغاوي مدممه طالعه من النوسترز، وفي بلاد ديستشارج وفي افرازات دمويه طالعه من الانس، تبقى ديت على طول اكيوت فاشولياسيس، وفي الغالب بتكون فيتال. اما نيجي نعمل بي ام بوست مورتم، يعني نشرح الحيوان بعد ما مات عشان نشوف سبب الوفاه، هنلاقي الليفر بتاعه فيري بيل، يعني باهت خالص، لونه فاتح، انلارجد كبير، وذ هيموراجيك تراكتس، يعني فيه بسبب الاختراقات البرفوريشن والبنتريشن اللي حصل للليفر فيكون فيه هيموراجيك تراكتس، تمام، تخريم وثقوب كتيره. سام فلوكس ده احنا قلنا اتفقنا ان كلمة فلوك هنا ايه، يعني معناها الديدان الورقية، دايما نسميها فلوكس، فنسميها مرة فاشولا فلوكس، ومرة نسميها هيباتيك فلوكس، ومرة نسميها الليفر فلوكس. ميبي سين فين السام فلوكس لما احنا واحنا بنقطع في قلب الليفر عشان نشوف الهيموراجيك تراكتس ديت، ممكن نلاقي ديدان زي ما شفنا من شوية. الكورونيك فاشولياسيس إذ ذا موست كومن فورم، تمام، يبقى احنا قلنا في اكيوت فاشولياسيس دي بتبقى سريعه ورابد اونست في خلال ايام بعد الاصابه بسبب ان الحيوان اتصاب بعدد كبير من الانسيستد ميتاسيركاري، تمام، ودي بتكون موجوده في الغالب في الشتاء في مرحله ان الحيوان بياكل خضار اللي هو البرسيم والاشياء دي كلها، والنباتات الخضراء الكثيره بتبقى موجوده في الشتاء. والكورونيك فاشولياسيس دي بتبقى موجوده على مدى بعيد شوية، ممكن تاخد 3 شهور 4 شهور، فمعناها ان الحيوان بيصاب بعدد قليل من الانسيستد ميتاسيركاريا، هيبان عليه اعراض خفيفة خالص بعد 3 شهور او 4 شهور، هنشوفها يعني هو اتعدى في الشتاء باكله البرسيم والخضار، وهيظهر لنا في الربيع او في الصيف، هنفضل طول الصيف والربيع نعالج ونسترزق من الموضوع ده، تمام. احنا اتفقنا ان الاكيوت بيكون حاد وسريع، طب الكرونيك بيبقى بروجريسيف ويبقى يعني ليس بروميننت كلينيكال ساينس، الكلينيكال ساينس بتبقى قليله، وهو ده الاكثر شيوعا بين الحيوانات وبين الانسان. طيب وايه اللي بيحصل نتيجه ان الطفيل موجود في الليفر فبالتالي وفي البايلري او في البايل داكتس، هيحصل في بروجريسيف اند بروجريسيف هيباتيك اند بايلري سيروزس، يعني الليفر هيبقى هارد. يعني ايه سيروزس؟ يعني هيحصل ريبليسمنت، استبدال، نتيجه ان ده قاعد يخرم ويجرح في قلب الليفر، الليفر مش هيعرف يعمل نسيج ليفر تاني، لكن هيحط مكان الليفر ده عشان في التهابات عشان نسدها وما يحصلش فيه نزيف الجسم، هيسدها بفايبرس تيشو او كونكتيف تيشو. الفايبرس تيشو او كونكتيف تيشو طبعا الليفر كان عنده مرونه معينه، هيفقد المرونه ديت وهيبقى هارد ليفر. هارد ليفر ده نتيجه ان حصل فيه سيروز او فايبروزز، تليف، تمام، فده اللي بيسموه التليف. البايل داكتس ار ثيكند، البايل داكت ار ثيكند، يعني بيبدا الوول بتاعها بيحصل له ثيكنس، طالما سيكند وول يعني معناها اللومن بتاعها الفراغ اللي داخل هيبدا يضيق، ويبدا في ايفن كالسيفايد ويترسب عليه كالسيوم لان في التهابات، وبالتالي ممكن يحصل اوكلوجن او ابستراكشن للبايل داكت، وبالتالي يحصل فيه ارتجاع للبيل روبين والبايل سولتس ان بلاد، ويبدا يبان على الحيوان الجوندس او الاكترس. طب هنشوف الحيوان شكله ازاي؟ الحيوان هيبقى انيميك، عنده انيميا لما اعمل صوره للدم، هيبقى انيميك لان الليفر هو اللي بيصنع الدم، ويبدا يكح لان بعض الديدان اثناء ما هي بتعمل العدوى الاولانيه ممكن تهاجر لديفرنت اورجنز منها اللق. بعدين لوس اوف ابيتايت، الحيوان هيحصل له لوس اوف ابيتايت، انسيشن، ضعف وهزال، بوتل جو اوديما،
البطل جو وديما ديت دي علامة مميزة في الأغنام. هلاقي الفلاح جاي بيقول لي الحيوان ملغد، ملغد يعني أو دقنه بيبقى متعبي فلويد زي المية كده. فبيل ميوكس ممبرين ودقنه ملغدة أو مليانة سوائل. ورف أندلوس وول الصوف بتاعه بيخلع، الفلاح هيقول لك غاشش على طول وملغد، تعرف ان ده عنده فشول. هايبوبروتينيميا ده طبيعي، لان مين اللي بيصنع البروتين في الجسم؟ هو الليفر. فهايبوبروتينيميا لان المصنع نفسه مضروب، فهايبوبروتينيميا. ويتش افكت ايه؟ ايه اهم شيء في الجسم فيه عباره عن بروتين؟ هو الهرمونز والانزيمز. يعني معظم وظائف الجسم كلها يحصل فيها خلل، تمام؟ يبقى هايبوبروتينيميا ويتش افكت بادي هرمونال اند انزيم فانكشنز. طبعا احنا فاهمين طالما الليفر باظ يبقى عندي دم خرب، يبقى في انيميا، وعندي بروتين خرب او باظ يعني تم اتلافه، وبالتالي الايه هيحصل فيه ديستربنس في البادي فانكشن سبيشال دوز ريليتد ويز هرمونز اند انزيمز. كل الكلام ده الراجل بيجي يقول لك الحيوان غاشش، الحيوان غاشش، او الحيوان عنده غش، او الحيوان واكل ريشة. ده كلها اسماء متداولة بين الفلاحين لمرض الفاشيولياس. الباثوجينيستي او فاشيولا سبيشيز في الهيومن بتبقى ميلي اكيوت فاشيولياسيس. لو كانت العدوى كبيرة هنبدأ نشوفها، هيبقى فيه فيفر وهيبقى فيه هيموريج الى اخره من الحاجات دي كلها، والانلارجمنت للليفر ده هنشوف. لكن الموست كومن هي الكرونيك فاشيولياسيس، وبتبقى في الغالب بدون اي اعراض، mostly without signs، لحد ايه؟ unless the bile ducts are obstructed. تمام؟ في الحالة ديت humans will suffer obstructive jaundice، صفرة، هيبقى عنده صفرة او اليرقان، اليرقان هيظهر نتيجة obstruction للبايل داكتس. وده خدناها في الفسيولوجي زمان وفي البايوكيمستري، وخدنا حاجة اسمها الابستراكتيف جونز. اخر شكل من الباثوجينيست في حالة الهيومن، في عندنا حاجة اسمها الهالوزون ديزيز، مرض الحلزون. الهالوزون ديزيز بيكون عبارة عن، في بعض الناس بتحب تاكل الكبدة نية، الكبدة نية مش مطبوخة، جاية طازة لسه من المجزر، فيقطعوها شرايح وياكلوها. وناس تانية بياكلوها شرايح مع مين؟ مع الخمور. فبالتالي لو فيها ديدان كبدية، الخمور ديت ككحول وعشان من ديت هتعمل لسعة او الريتيشن في الادلت وورم او اليانج وورمز، وبالتالي هيحصل هتقوم سايبه التيشو بتاع الليفر وتروح تعمل اتاتشمنت للفارينجال اند اوسفجيال وول اوف مان كوزنج هالوزون ديزيز. يبقى الناس ما تاكلش الكبده ايه؟ نيه. لازم نطبخ الكبده جاي كويس جدا جدا، نعمل بقى الكبده الاسكندراني، نعمل الكبده المصراوي، نعمل الكبدة المقلية، الكبدة بالردة، اي نوع من انواع الكبدة المشوية. كل الكلام ده لازم نتأكد ان احنا طبخناها او طهيناها طهوا جيدا او طهيا جيدا، تمام؟ ومن هنا يا جماعة هنبدأ احنا كدكاترة بيطريين نعرف الاشياء دي ونتكلم فيها. يبقى قلنا في الهيومن في اكيوت فاشولياسيس، في كرونيك فاشولياسيس، في هالوزون ديزيز. والاكيوت فاشولياسيس بيتميز باعراض سريعه، حمى، تضخم في الكبد، ممكن تؤدي الوفاه. والكرونيك فاشولياسيس بتكون ميلي اوبستراكتيف جوندس وسيروزس في الليفر نتيجه
ان في اوكلوجن او الكلام ده، واغلب الحالات ما بنشوفهاش لان ما بيكونش في اعراض طالما العدوى بسيطه. هلازون ديزيز قلنا ان واحد بياكل الرو ليفر ميت ومع الخمور، فبالتالي ممكن يحصل فيه اتاتشمنت لليانج فلوكس او وورمز للفارنجيال اند اوسفاجيال وول اوف مان during eating raw liver meat causing halazone disease. طيب ازاي نعمل كنترول للفاشيولا؟ لو تفتكروا اللايف سايكل اللي انا قلت لكم عليها، هنبدا نشوف هي اللايف سايكل تعتمد على اربع نقاط. الاربع نقاط: نعمل destruction of intermediate host، اللي هو الانترميديت هوست اللي اتفقنا عليه اللي هو الاثنين موجود فين في الميه، using chemical mollusk sites اللي هو مضادات للاثنين، وممكن الفيزيكال والبيولوجيكال كنترول اولسو يوز. يعني ايه فيزيكال؟ فيزيكال ان احنا نبني القنوات والترع والاشياء دي كلها نبطنها بالمواد الخرسانيه، فبالتالي الجدران بتبقى ناعمه، فالمالاسكس او السنيلز ديت يمشوا مع الايه؟ يمشوا مع التيار وبالتالي يموتوا. السنيل او الملاسكس دوت اللي هو الرخوي بيحتاج انه يثبت نفسه في مكان علشان يبيض ويتوالد ويعمل مستعمرة من السنيلز والسلاجز ديت، وبالتالي يتكاثر فيبقى في فرصة ان هو يصاب بالميراسيديم ويعمل لنا سيركاريا، والسيركاريا تعمل انسيستد ميتا سيركاريا وهكذا، والحيوان يصاب. تطهير برضو ممكن دي الطريقة اللي هي الفيزيكال لو احنا عملنا بطلنا المجاري المائية. وفي بيولوجيكال كنترول، قالوا في ان في بعض الحشرات وبعض الاسماك بتاكل السنيلز، بتتغذى على السنيلز ديت، زي سمك المبروك وسمك القراميط بياكل السنيلز ديت، فبالتالي وبالنسبه له تبقى بروتين ويكبر في الحجم، فدي طريقه كويسه. او في بعض النباتات وجودها زي مر البطارخ اللي هو عملوا منه دواء اسمه الميرازايد مضاد للفشوله اللي اخترعه مصري، موجود في الصيدليات اسمه ميرازايد. ده نبات المر بطارخ لما يتزرع في اي قناه مائيه، السنيلز لو السنيلز بتاعه الفشوله لمنيا استجناليز كايود ترانكاتو لما يطلعش هنا، فدي بنسميها بيولوجيكال كنترول. بعد كده هنعمل تريتمنت اوف ذا انفكتد فاينل هوست. الفاينل هوست ده اللي هو قاعد يعمل لنا بيض ويعمل لنا اكس 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 وينزلها في الفيسز وينزلها في الميه، ده نعالجه، نشوف نشخص هو تعبان ولا مش تعبان. طب لو تعبان نعالجه بايه؟ بالادويه كتير، عندنا ايفماكس سوبر، دوفونكس، فاشوليد، ناتروكسانيل، اسماء كتيره جدا 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 من الادويه نقدر نستخدمها ونعالج بيها الحيوان. بعد كده هنعمل هايجينيك ديسبوزال اوف انيمال مانيور، عشان لو في الاكس دي خلاص نزلت يبقى احنا لازم نعمل كيميكال تريتمنت للمانيور ده، للسماد العضوي، ناخده المصانع ونعرضه لدرجات حراره، نعرضه لمواد كيماويه، وبالتالي يبقى احنا تخلصنا من البويضات اللي هي هيطلع منها ميراسيديوم ويكمل دوره الحياه. طيب مواد الخضار الجرين او الفيجيتابل الفيجيتيف بلانس اللي بياكلها الحيوان والانسان، نعمل لها بروبر ووشنج، غسيل جيد اند ديسانفكشن، مع بشويه خل 5% 10% ونسيبها، او برمنجانات البوتاسيوم، في مطهرات كتيره للخضار، او على الاقل ننقعها في الميه لمده ربع ساعه او نص ساعه، تسقط منها الطين والحاجات السيستم ميتا سيركاري اللي بتبقى عالقه على السطح، فتقلل العدد اذا ما كنتش هتقدر تخلص معاها، تمام، عشان تتجنب الانسيستد ميتا سيركاري اللي موجود في الووتر كريس. كده نكون خلصنا الفاشيوله. طيب الفاشيوله التاني اللي اتفقنا عليه، في عندنا فاميلي بارامفستوماتيدي. فاميلي بارامفستوماتيدي بتتكون من 5 جينس، بارامفستومم، البارامفستومم، ونقول منها البارامفستومم سيرفاي، والبارامفستومم مايكروبيوثريم، وعندنا جينس كوتولوفرون بالنون بالان، والسبيشيز بتاعتها هتبقى كوتولوفرون كوتولوفروم بالام، يبقى السبيشيز هتبقى زي الجينس بالظبط بس في ام، تمام، كوتولوفرون كوتولوفروم. والجينس الثالث هو الكارميرياس، والكارميرياس منه كارميرياس جريجيريس،
كارميرياس جريجاريوس، وجينس جاسترو ديسكاس جاسترو ديسكاس ايجيبتيكاس ده السبيشيز، والجاسترو ديسكويدس جاسترو ديسكويدس هومنس. اخر 2 4 و 5 دول بيبقوا موجودين من اسمه كده، كلمه جاسترو يعني موجود في الجاسترو انتستينال تراكت بتاع مين؟ الجاسترو ديسكويد. الجاسترو ديسكاس ايجيبتيكاس موجود في الهورس، الجاسترو ديسكويدس هومنس موجود في الهيومن. والبنما البارامفستوم والكوتلوفرون والكارميرياس موجودين في الروتيكلم والرومن بتاع الرومنانت انيمال. طيب لما نيجي نشوف الجنرال كاركتر بتاع البارام فاميلي بارامفستوماتيدي، وزي ما اتفقنا ان هي رومن فلوكس، رومن فلوكس قلنا اي تريماتود هيسموها رومن، لك سوري هيسموها ايه؟ فلوكس. الفلوكس ديت موجوده في الرومن والروتيكلم فيسموها رومن فلوكس، يبقى ممكن يقول لك ايه هي الرومن فلوكس، فانت تقول له ممبرز اوف فاميلي بارامفستوماتيد اللي هي تحديدا بارامفستوم والكارميرياس جريجيريوس والكوتلوفرون كوتلوفرون. لما نيجي نشوفهم بشكل عام هم تريماتود زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على اليمين، ثيك كبار كده واتخانع من زي حبايه اللوبيا، قد حبايه اللوبيا بالظبط، ثيك فليشي بادي لحمي عامله زي قطعه اللحمه، كونيكال اراطيز وقماع كده ومثلثات، اور ديسكويدال، ديسكويدال زي الجاسترو ديسكس من اسمها ان شي، سيركلر انترانسفيرس سيكشن ويز سموس كوتيكل ما عندهاش سباين زي الفشول، بينك ان كلر وين فريش بيبقى لونها احمر لانها متغذيه على الدم، ومعاها لارج بوستيريور سكر انستيد اوف ايه فينترال سكر، زي ما احنا شايفين الدايره اللي موجوده في الاخر، الثقب اللي موجود دوت في الاخر هو ده البوستيريور سكر زي ما احنا شايفين كبير وواضح اهوت في كل الديدان اللي قدامنا. تمام، وقلنا ان الفنترال سكر هنا بيبقى موجود في البوستيريور اند، فبالتالي هنسميه بوستيريور سكر، كان في الفشوله بنسمي اورال وفنترال. مفيش فارنكس لكن الاسوفاجس موجود، وسمبل انتستينال سيكا ما فيهاش لا برانشز ولا اي حاجه، التستس ار لوبد وتندم امبوزيشن او بلوكلي تندم، يعني الاثنين فوق بعض او واحده فوق والثانيه مش فوقها مش تحتها بالظبط على اليمين او على الشمال منها، فنسميها اوبليكلي تاندم امبوزيشن. حاجه بقى مهمه هنا، الاوفري از لوبد اند بريزنت بوستيرور تو ذا تيستس، كان في الفشوله الاوفري موجود انتيرور تو ذا تيستس، هنا لا بوستيرور، واليوترس واليوترس رانز فورورد يعني بيتحرك ناحيه الامام عشان يفتح في الكومن جينيتال بور. الكومن جينيتال بور از ان ذا انتيريور ثيرد اوف ذا بودي، تمام، موجود فين؟ في الانتيريور ثيرد اوف ذا بودي، خلاص، ان ذا فرونت اوف او بيهايند ذا انتستينال بايفوركيشن. There is no serous. ما علينا، ده باوش كده بيحتفظ به الحيوان الطفيل بالاجز عشان يخرجها بعدين، فده مش ذات معنى يعني او مغزى كبير. بعد كده في عندنا اللي هو الفيتلاين جلانس، الفيتلاين جلانس دي بتبقى موجوده اكوبايز زي ما كانت الفشوله موجوده يمين وشمال الطفيل. الاجز نفس الكلام اللي قلناه فين؟ في الفشوله. الفرق الوحيد بينها وبين الفشوله هي دي لارج ان سايز ترانسبيرنس ان شيلد ديستنكت وركلم، تمام، والديفلوبد امبريو، بس الفرق الوحيد ان هي ماهيش جولدن يولو، الفاشوله كانت جولدن يولو ذهبيه اللون لانها موجوده في البايل داكت. فلو شفنا الصوره اللي بعد كده هنلاقي تحت اهوت في ايج لونها رصاصي واتنين ايج لونهم ذهبي، الاتنين لونهم ذهبي دومت بتوع الفاشول، والرصاصي ديت دي بتاعت البارامفستوم، الثلاثه اوبركليت، ده الفرق بينهم وبين بعض تحت الميكروسكوب هيبقى اللون، خلاص، والسايز هيبقى الفشوله اكبر شويه. طيب ناخد اول جينس، هو الجينس بارامفستومم، جينس بارامفستومم اتفقنا ان كان في منه اثنين، بارامفستومم سرفايف بارامفستومم مايكروبوثيوم. الهابيتات بتاعهم زي ما قلنا قبل كده برضو نفس الكلام، لما نيجي نرسم الدايره بتاعت اللايف سايكل هنحط الديفينيتيف هوست هو بالنسبه لنا هنا الشيب والجوت والكاتل وميني اذر روميننت، تمام، بيكون فين تحديدا الهابيتات بتاع الطفيل في الرومن والروتيكلم بتاعهم، والادلت ورم زي ما احنا شايفين اهيت في الرسم الكروكي اللي على اليمين ده، ادا اورال سكر
وكومن جينتال بور، وفي الاخر خالص لارج بوستيريور ساكر موجود في النهايه. وبعدين الاوفري بيهايند ذا تيستس والتيستس ان فرونت اوف ذا اوفري، والاثنين بيفتحوا مع بعض في الكومن جينيتال بور، والفيتلاين جلاندز بتبقى موجوده على اللاترال سايدز، ونفس الكلام اللي موجود تحت الميكروسكوب سمبل انتستينال سيكا والاوفري مع وفوقها التيستس وهكذا ولارج بوستيريور ساكر. ونفتكر ان احنا قلنا الاجز لارج وترانسبيرنت وبوركليتد وال ديفلوبد امبري، تمام. قلنا ان هي تبقى كونيكال ان شيب او بايروفورم عامله زي الكومتريا، كونيكال فلوكس وبيسموها الرومان فلوكس، ومع لارج بوستيريور ساكر، والتستس لوب تاندم او ليفل تاندم انتيرير تو ذا لوب اوفر. جميل كده يا شباب. طيب احنا عندنا اربعة ديفرنت سبيشيز، اربعة ديفرنت جينسز مع ديفرنت سبيشيز للبارامفستوم. عندنا البارامفستومم منها البارامفستوم سيرفاي، بارامفستوم مايكروبوثيوم، تمام، والكوتولوفرم كوتولوفرم، والكارميرياس جريجريس، والجاستروديسكس ايجيبتيكس. الثلاثه الاولانيين البارامفستوم والكوتولوفرم والكارميرياس شكلهم بيبقى بايروفورم ان شيب، عاملين زي حبه الايه، زي حبه اللوبيا او الكومنتريا. التلاتة عندهم اورال سكر، التلاتة عندهم بوستيريور سكر. ميزة في البارامفستوما مايكروبوثيوم ممكن الاقي فيها سكر، جينيتال سكر، خلاص. في حالة الكوتولوفرم كوتولوفرم فيها جينيتال سكر. في حالة الكارميرياس جرجيرياس اهم شيء ان الانتستينال سيكا بتاعتها in the anterior third، تمام، او في الميدل الفيرست ميد او الفيرست هاف للبادي الانتستينال سيكا، والتو تيستس بتوعها بيبقوا لوكيتد ان ذا بوستيريور بار دي الكارميرياس جرجيرياس. خلاص لما نيجي نشوف الجاستر ديسكس ايجيبتيكس، كلمة جاستر ديسكس عاملة زي قدرة الفول مدورة كده وكبيرة، وعندها الانتيريور بارت بتاع المنطقة الكون شيبد دوت، بيبقى فيها اسفاجيال، بيكون فيها اسفاجيال باوشز عند دخلة ده الاورال سكر، وده هنا عندها بوستيريور سكر، تمام، وفي الاسفاجس اهوت، وجنب الاسفاجس يطلع لنا حاجة بيسموها الاسفاجيال باوشز عاملة زي الودنين بتوع القدرة كده. فدي شكلها بالظبط زي قدرة الفول، فنسميها جاسترو ديسكاس جيبتيكاس، بتكون موجودة في الاستومك واللارج والسمول انتستين للإكواينز والبيجز، تمام. المارجنز بتاعتها اللاترال مارجنز بتاعتها تبقى كيرفد انوردز، كيرفد انوردز يعني معناها عاملة زي لما تعمل، عارف انت لما بتفتح كف ايدك كده عشان تشرب مية، فبتبقى عامل لها المارجن الخارجيه بتبقى تانيها للداخل علشان خاطر تعمل فراغ او جيب، تقدر عامل زي كوبايه كده تقدر تاخد بيه الميه وتشربها بايدك، تمام. يبقى اهم حاجه فيها شكلها ديسكويدال ان شيب، عندها انتيرور كون، والاسوفاجس بتاعها بيعمل لنا تو اسوفاجيال باوشز، نفتكرها ان هي شكلها زي القدره، يبقى القدره محتاجه ايدين للقدره، حلقتين للقدره، تمام. فده اللي هو بنسميه بوستيرو لاترال باوشز موجودين في الاسوفاجس. بعدين شكلها كوره مدوره اهي، ديسكويدال ان شيب ولارج بوستيريور ساكر. وهذا اللايف سايكل تاني زي ما اتفقنا بيكون فيه نصين، النص الفوقاني خاص بالفاينل هوست، الفاينل هوست في الحاله ديت الشيب والجود والكاتل والبافلو، بيكون فيهم البارامفستوم، البارامفستوم سيرفاي مايكروبوثيوم والكوتولوفرم كوتولوفرم والكرميريس جرجيريس، هيبقوا موجودين في الرومن والروتيكلم كادلت وورم، هيدونا هيحصل فيه سكسوال ريبرودكشن، بالتالي هيبقى في عندنا ايج، الايج قلنا لارج وبركليتد ترانسبيرنت و ال developed embryo،
لما هتنزل في الميه هيتفس لنا ايه؟ هيطلع منها هيحصل هاتشنج للمرسيديا. المرسيديا نفس بتاع الفاشولا بالظبط، في سيليا، في بروجكتايل بابيلا اللي بتساعد على البنتريشن ويكمل حياته في الانترميديت هوست. الانترميديت هوست في الحاله ديت هو البولينس درانكيتس والبايونفيلاريا والبلانوربس سنيل، وهنقولهم دلوقتي حالا، اللي هيتم جواهم السفوروسيست والريديا. الريديا اللي هتنفجر ويبقى ويطلع لنا سيركاريا. السيركاريا بتاع البارامفيستوم اهم ما يميزه انه بيكون موجود فيه صبغه كتيره، فيسموه حتى سيركاريا بيجمنتاتا، سيركاريا بيجمنتات. هيروح يعمل انسستيشن على الووتر بلانتس او الزروع اللي هي اللي بياكلها الحيوان، ويبقى انسستد ميتا سيركاريا ويبدا ياكلها الحيوان وتكمل لايف سايكل. اللايف سايكل بتاعته زي ما قلنا بيكون في الرومن والريتيكولم، بينما الاماتيور ستيجز بتبقى امبيدد في المكوزه، بتبقى غارزه نفسها في المكوزه بتاعت الديودنم والاليم الابر اليم او الجزء اللي هو اللي بعد الديودنم على طول في الانتستين، وبتعمل اثناء ما بتعمل مايجريشن تواردس اتجاه ايه الرومن والروتيكلم، هتعمل ديستراكشن، هتبدا تاخد زي يعني تجمع الميوكس ممبرين في الفنترال ساكر بتاعها. لو شفنا تحت المعزه على طول فوق اهوت الفنترال ساكر عامل زي او سوري البستور الساكر عامل زي الثقب الكبير، فهي تاخد بيه الميوكس ممبرين وتقعد تمتص منه الدم وبتاع، فلما بتسيبه عشان تنتقل لمنطقه تانية بتكون خربته وبوظته، فده بيعمل لنا سيفير باثولوجيكال تشينجز او هيمورج. فبالتالي الحيوان هيعاني طالما عنده انترايتس وسلافنج للميكوزا، هيبقى عنده اسهال ما بيوقفش، فيجي الفلاح يقول لك الحيوان يعني شغال مزراب بيزرب وريحه الفيس بتاعه اوفنسيف وحشه، تمام؟ الحيوان ياكل على طول، وبالذات في موسم الشتاء اللي جاي ده هيقول لك ياكل ويضرب، تمام؟ ده نتيجة ان في سيفير باثولوجيكال تشينجز في الانتستين، وفي هيموراج سوري في سلافنج للانتستينال ميكوزا، فبالتالي الحيوان مش هيخف من الوضع ده الا اذا كان نوقف المرض ده ان شاء الله. زي ما احنا شايفين في الصور ان الحيوان بيبقى مصاب في الغالب بيبقى عنده ايماسيشن، ويبقى جسمه ضعيف وهزيل وصاحبه مش راضي عنه، ولما نذبحه نبص على الكرش بتاعه في الصوره اللي هي رقم 92، هنلاقي الكرش مليان حبوب البيضه الصغيره الكتيره ديت، ده كلها عباره عن رومينال فلوكس او البارامفيستومز. لما نكبر الصوره شويه هنلاقي ان موجود في حاجات زي اللوبيا كتيره هيت، وكل واحد فيهم قاعد فين؟ قاعد على البوستيريو سكر، وقاعد ياكل في قلب الايه؟ البابيلا، الرومنا البابيلا والرومنا الفلورا والحاجات دي كلها، وبالتالي الهضم هيحصل فيه اندايجيشن، هيحصل فيه السرز، هيحصل فيه حاجات كتير قوي هتساعد على الاسهال. طب الانترميديت هوست في الحاله دي قلنا السنيلز، قلنا اسمائهم ايه؟ واحد مدور كده وزي الهليسيلا اللي خدناه مع الدايكروسيليوم، بس هيكون اسمه بايونفيلاريا الكسندرينا. بايونفيلاريا الكسندرينا، تمام؟ ده هيليكال سنيل. والبولنس ترانكيتس، البولنس ترانكيتس ناخد بالنا ان هو ليفت هاندد فريش ووتر سنيل وليس رايت هاندد زي اللي خدناهم في المعمل. ومن اسمه بولينس يعني بلانت ايبكس. والبلانوربس ده سنيل كبير ما شاء الله، ممكن يبقى حجمه يملى كف ايدك كده، حجمه قد ليمونه كبيره او قد بلحه كبيره كده، تمام؟ بلانوربس. الجاسترو ديسكس او الجاسترو ديسكويدس هومنس الهابيتات بتاعتها بتكون في السيكم والكولم بتاع البيكس، واكسيدنتلي احيانا تبقى في الهيومن، في الهند وفي ماليزيا وفي التشاينا. الانترميديت هوست از كليوباترا سنيل، وزي ما قلنا لو تفتكروا لما انا قلت لكم اي واحد فينا لما بيجي يشرب ميه بيعمل كف ايده يمين وشمال، فبالتالي اللاترال بوردرز او اللاترال مارجنز بتبقى عامله كيرفد توردز
او انوردز، بتبقى عامله كافيتي او كونكافيتي، وزي ما احنا قلنا ان هي بتبقى عامله زي قدره الفول، لها جزء نارو وجزء ديسكويدال انشيب. طيب ممكن يجي لك يقول لك ايه، بليز ان ا تيبل ميك ا كومباريزون بتوين ذا ديفرنت ممبرز اوف بارامفيستومز رومان فلوكس. سهل دي. طبعا احنا هنا ضفنا معاهم الجاسترو ديسكاس جيبتيكاس والجاسترو ديسكاس هومنس من باب ان انت تذاكر، لكن لو قال لك الممبرز اوف بارامفيستوماتيدي، لكن لو قال لك الرومان فلوكس هي البارامفيستومم سيرفاي والكوتلوفروم كوتلوفروم والكارميرياس جريجيريس فقط. طيب وده اتكلمنا عليهم ان هم كلهم موجودين في الرومننت، في فين بالظبط؟ في الرومننت، في الرومن والروتيكلم بتاع الفيرست والسكند كومبارتمنت للرومن، تمام؟ لاننا عارفين ان هم اربعه كومبارتمنت، رومن روتيكلم رومن وميزم ابو ميزم، ده اللي خدناه ودكاترتنا العظام في التشريح الدكتور عاطف والدكتور محمد رزق والدكاتره اللي موجودين معانا في الكليه هم اللي شرحوا لنا الكلام ده، والدكتور مسعود والدكتور فؤاد والدكتور محمود الكويلي، كل اساتذتنا اللي موجودين في التشريح. طيب والمورفولوجي بتاعهم اتفقنا كلهم بيكون بايريفورم ان شيب ما عدا بعض المميزات، حتى الكوتلوفرون كوتلوفرون بيكون عندها جينيتال سكر سراوند زي جينيتال بور، تمام. في حالة الكارميرياس جريجيريوس بيكون الشكل بالظبط البارامفيستوم سيرفاي عندها، لكن التو تيستس بتاعتها بيبقوا موجودين بوستيريور في البوستيريور بارت اوبوزيت تو اتش اذر، تمام، ما هماش تندم ان بوزيشن. والانتستينال سيكا بتبقى شورت ان ذا ميدل بارت اوف ذا بودي. وقلنا الاجز كلهم بيبقوا شكل بعض، في الاجز بتبقى اوفال سينشيلد امبليونيك اوبركليتد الى اخره. السنيل بيبقى البولنس ترانكيتاس واللمنيا والبلانوربس وكلهم زي بعض. نيجي عند الجاسترو ديسكاس ايجيبتيكاس بيكون الكلوباترا والبلانوربس. طيب الجاسترو ديسكاس ايجيبتيكاس بتكون موجوده في السمول واللارج انتستين بتاع مين؟ الفاينل هوست بتاع الاكوان. طب مين الانترميديت هوست بتاع الكلوباترا سبيشيز؟ الكلوباترا سبيشيز ده هناخدها بعدين، هو في منها نوعين او في العملي، كلوباترا سايكلوستومويدس وكلوباترا بلومويدس، وهنعرف الاثنين في المعمل ان شاء الله. وقلنا ان الجاستر ديسكاس جيبتيكاس او الجاستر ديسكويدس هومنس بيكون ديسكويدال ان شيب، تمام، وعندها اهم حاجه في اوسوفاجيال او بستيريو لاترال باوشز افتر ذا اورال سكر، لكن كلهم عندهم اهم حاجه البنترال سكر بتاعهم بيبقى بستيريو سكر. بعد كده ايه الباثوجينيستي بتاعه الانيمال بارامفيستومز؟ الباثوجينيستي بتاعه الانيمال بتاعه الانيمال بارامفيستومز بتكون ان الادلت موجوده في الفورستومك في الغالب نون باثوجينيك الا اذا كان العدد كبير. لو العدد كبير هتبدا تعمل سلافنج وايتنج للبابيلا وتغذى على الدم وتعمل انيميا وتعمل انترايتس او جاسترايتس ويبقى ده فيه سهل، عشان كده هيحصل فيه لوس. لو عدد كتير، لو لارج نمبر، هيبقى فيه لوس للرومن بابيلا. الاماتيور ستيجز او ذا بارامفيستومز موجوده في الدودنم والابر اليا سبونسر فور سيفير باثولوجيكال تشينجز، لما قلنا ان هي بتتغذى على الميوكس ممبرين فبالتالي هتعمل له سلافنج ويحصل فيه انترايتس في اسهال كتير. These are embedded in mucosa وبتاكل الميكوزا drawing pieces of the mucosa into the sucker بنشزين بتمسك فيهم جامد causing necrosis and hemorrhage. الهيفي انفكشن الهيموراجيك ديونيتس وانترايتس هيعمل لنا اسهال شديد، تمام. الكلينيكال سايز كونسيست اوف بروفيوز، اهم حاجه الاعراض اللي هتبان على الحيوان بروفيوز فلويد دارية ماركت ويكنس اند فريكوينتلي ديث اوف ذا انيمال. هناخد اخر حاجه اللي هي الدايكروسيليدي. الدايكروسيليدي ديت بيسموها الليزر
الليزر ليفر فلوك او الدوده الصغيره بتاعت الليفر. هناخد منها الدايكروسيليوم والدايكروسيليوم دنتريتيكم والدايكروسيليوم لانسوليتم والدايكروسيليوم هاسبس وجينس الثاني هيبقى اريتريما بنكرياتيكم. زي ما احنا شايفين شكلها بيبقى فين وسمول ان سايز و ترانسبيرنت، ما عندهاش سباين ولا عندها اي حاجه، فبالتالي هنشوفها واضحه. الاوفري بيهايند ذا تيستس تمام، والانتستينال سيكا بتبقى فيري سمبل. الفيتلاين جلاند بتبقى كونسنتريتد ان ذا ميدل بارت اوف ذا بادي، واليوترس اوكوبايز ذا بوستيريور بارت اوف ذا بادي كونفليوتد او موفز توردز ذا كومن جينيتال بور. دي الجنرال كاركتر اللي احنا اتكلمنا فيها. قلنا الفاميلي بتاع الدايكروسيليدي بتبقى سمول ان سايز فلوك ويز الونجيتد اند فلاتند بادز، جسمها طويل ورفيع، لكن طبعا مقارنة بحجم الفاشيولا هي تقريبا 1 إلى 30 مرة أصغر من الفاشيولا لما هتشوفها في العمل. والانترنال أورجانز إيزلي سين لأنها ترانسبيرنت بادي، ما عندهاش في سباينز، فعشان كده قالوا الكيوتيكل إز سموث نايذر سكيلز نور سباينز ار بريزنت، لا عندها سباينز ولا عندها سكيل زي الفاشيولا البارامفيستوم ما اتكلمنا عليهم. عندها اورال سكر وعندها فنترال سكر، ما عندهاش جنتال سكر، ده كلام قلناه قبل كده. الاسوفجاس بتاعها لونج والفرنكس بتاعها بريزنت في الميدل بارت اوف ذا اسوفجاس. الانتستاينال سيكا بتاعتها فيري سمبل، ما عندهاش لا برانشز ولا اي حاجه، وبتنتهي في البوستيريور فورث اوف ذا بادي. التستس ار indented يعني اكنها مضغوط عليها كده تمام، وسيتويتد بيهايند ذا فينترال سكر، بتبقى موجوده ورا بعد الفينترال سكر تمام، اوبليكلي تو اتش اذر. لكن الاوفري بيهايند تيستس على عكس الفشول، الاوفري كان قبل التيستس. اليوترس هنا اوكوبايز ذا سبيس بيهايند ذا تيستس، كل البوستيريور بارت بتاع الجسم، ما عندهاش جنتال بور زي ما قلنا، ما عندهاش قصدي جنتال سكر، لكن عندها كومن جنتال بور اللي هتخرج اوبن ان ميدل لاين ان ذا فرونت اوف فنترال سكر، اللي هو هيساعد على خروج الاكس بعد كده. الفيتلاين جلاند ار فلوكلر واكسترا سيكل اكوبايز ميدل ثيرد، اكوبايز ايه؟ يعني تبقى موجوده في الميدل ثيرد اونلي اوف ذا بادي. الهابيتات بتاعت الدايكروسيليوم الدايكروسيليدي، قلنا دايكروسيليوم دنتريتيكم دايكروسيليوم لانسوليتم، الاثنين دول بيسموهم الليزر ليفر فلوك. بريزنت فين؟ بريزنت في البايل داكت، في البايل داكت اوف شيب اند كاتل، في البايل داكت اوف شيب اند كاتل، اند ميبي رابتس هورسز بيجز دير، اند ريرلي ان مان ان سيريا تركيا، تركي رومانيا بلغاريا اند هنغري تمام. يبقى بتبقى موجوده في البايل داكت وفي الليفر بتاع الهورس والبيج والرابت، احيانا الانسان في تركيا ورومانيا وبلغاريا والمجر. طيب الدايكروسيليوم هاسبس، دايكروسيليوم هاسبس انفست جول بلادر اوف كاتل ان سودان، يبقى الهاسبس دي موجوده في الكاتل بتاعه السودان تمام، تعمل ايه؟ تبقى موجوده في الجول بلادر. طب الاريتريما بنكرياتيكم ديت مميزه عن الدايكروسيليوم، احنا كنا بنقول عليها سن، ديت هنا ثيك ارمد ويز سباينز على عكس الدايكروسيليدي ما عندهاش لا سباين ولا 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 سكيلز. فاوند ان بنكرياتيك داكتس اند ريلي ان ذا بايل داكتس، تبقى موجوده في البنكرياس في البنكرياتيك، عشان كده سموها بنكرياتيكم اريتريما بنكرياتيكم، في البنكرياتيك داكتس اند ريلي ان ذا بايل داكتس and duodenum of sheep, goat, cattle, buffalo in Eastern Asia and Brazil as well as human in China. دي اللايف سايكل بتاعتها، زي ما احنا شايفين الحيوان مأذي جدا لانها موجوده في البنكرياس بتاعته وفي على حسب النوع، او موجوده في الليفر اللي هي الدايكروسيليوم الادلت فلوك ان بايل داكت اوف ذا ليفر اند ديستراكتنج ذا ليفر تمام، فبالتالي بتسبب تندرنس الم عند الحيوان. الحيوان بعد كده هيحصل له هيبقى في عنده السكس والريبرودكشن، ففي انتاج للاكس في الفيسز، الاكس ديت هتمر في الفيسز وبعدين تنزل على اللاند، يجي اللاند سنيل، لاند سنيل اللي هو الزبرينه والهيليسيلا، يتغذى على الفيسز وجواه نلاقي فيه ميراسيديوم، يحصل هاتشنج للميراسيديوم
والميراسيديا مدينا المذر سبوروسيست ثم الدوتر سبوروسيست ثم السركاريا، السركاريا بتاع الدايكروسيليوم، والسركاريا ديت هيطلع من الدوتر سيست الدوتر سبوروسيست ويطلع في شكل حاجه اسمها سلايم بول. السلايم بول ده بيبقى فيه سكريات شويه مسكر، والنمله في الصحراء او في على اللاند بتدور على المناطق حاجات السكريه ديت بالتالي تغذى عليها. ايه اللي هيحصل داخل الانتس البلاك انتس؟ الانتس لما ايتس سيركاريا ان ذا سنيل سلايم the incised metasircaria will be formed inside مين الانتس، هيبقى incised metasircaria in ants اللي هو بعد كده الانتس دي هتقف على النباتات، فالبقره والجاموسه والمعزه والاشياء دي كلها هتاكلها وتتغذى عليها، او تقف على الخس والكلام ده، فيبقى ممكن الانسان يصاب بيه. دي اللايف سايكل بتاع الدايكروسيليدي. طيب بعض الملحوظات على اللايف سايكل، زي ما احنا شايفين قلنا ايه؟ الديفينيتيف هوست ار انفكتد باي سوالوينج اوف اوف انفكتد انترميديت هوست. ايه هو السكند انترميديت هوست؟ هو الانتس، النمل، البلاك انتس او الفوسة فورميكا. زي اكزيستد سيركاريا، السيركاريا دي بعد ما احنا هناكل السكند انترميديت هوست اللي هو النمل هيحصل له اكسستيشن، يعني هيخرج من النمله نتيجه العصاره الهضم، فبالتالي السيركاريا ديت هيبدا اللي هو الاماتيور ستيجز، هيحصل له بنتريشن، هيعمل بنتريشن للانتستاينال وول اوف ذا فاينل هوست اللي اتفقنا عليه اللي هو الرومننت والمان، باس باي ذا بورتال سيركيليشن للليفر، وممكن تروح عند البايل داكتس وتبدا تعمل لنا مشاكل في الليفر. Sometimes the metasircaria ممكن تخش من الانتستاينال opening of the common bile duct. احنا عارفين ان البايل داكت بتفتح في الانتستاين، فممكن برضو الميتاسيركاريا تمر من البايل داكت للليفر، فمش محتاجة ان هي تعمل بنتريشن بعضهم يعني. اليانج فلوكس هنا in the smaller اليانج في السمولر بايل داكتس، والاولدر وان اللي هي الكبيرة هتبقى في اللارجر بايل داكتس. وده طبيعي ان الكبيرة مش هتقدر تدخل في الصغيرة في الـ في الـ في الداكت الصغيرة، لكن الصغيره هي اللي تدخل في الجمله يعني كده يعني اطردي. الادلت وورمز بتنمو بتحتاج حوالي 7 اسابيع عشان تنمو، لحد ما تنتج الاجز كمان محتاجه 4 اسابيع، احنا بنتكلم على 11 اسبوع يعني حوالي 4 لـ5 شهور عشان يبدا يحصل لنا انتاج للاجز من ساعه بدايه العقد. الباثوجينيستي زي ما اتكلمنا ان هي ديت الليزر او السمول هيباتيك فلوكس بنتريت انتو ذا فاين برانشز اوف بايل داكتس، يعني هتبقى موجوده في البايل داكتس وبالتالي ممكن تبقى موجوده ومثبته نفسها في البايل داكتس، فبتعمل اوبستراكشن عن طريق مثبته نفسها عن طريق السكرز، هتعمل اوبستراكشن وتعمل كمان اوبستراكشن وديستراكشن للهيباتيك ليفر للليفر تيشوز، وبالتالي هيحصل له ريبليسمنت بايه؟ بالكونكتيف تيشو والفايبرس، فيحصل فيه عندنا حاجه اسمها سيروز، تليف او فايبروزس للهيباتيك تيشو، فالليفر يبدا يفقد وظيفته. السيمبتومز في حاله الدايكوسيليوم، الدايكوسيليوم عشان صغيره حجمها صغير ما في الغالب ما بيبقاش فيه اعراض الا اذا كانت عدوى شديده heavy unless the heavy infection is occurred and they may occur in very large number، وبالتالي هتحدث اثر، هتحدث اثر يعني ايه؟ هتعمل obstruction للبايل داكت، تعمل destruction للليفر، وتعمل سروز، وتعمل مشاكل زيها زي الفاشيولا بالظبط. شكرا شكرا، دي كانت المحاضره بتاعه النهارده عن عن الفاشيولا. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا، لاي حد عنده استفسار ان شاء الله انا تحت امركم باذن الله.